اليوم ده بيمثل لك ايه؟ الحقيقة اليوم ده بيمثل حاجات كتيرة للمرأة المصرية، لأن هو حصاد نضال من ثورة 1919 لغاية النهاردة. دايما بنشوف ان المرأة هي الفاعلة وهي صمام الأمان الدولة اللي دايما بتنجح عندما تخرج في المظاهرات، ولا ننكر دورها في الثورتين الأخيرتين سواء 25 يناير أو 30/6 فيما صنعت هذه المرأة عندما تواجدت في الشارع بجانب الرجل. الحقيقة ما حصدت المرأة عليه هو نتاج كفاح عقود مرت، ويمكن لأول مرة عندنا قيادة سياسية حاسمة في أنها تحقق العدالة الاجتماعية للمرأة، العدالة في الوصول لكل المكتسبات. ناس كتير بتتوقف عند الرأي ده وتقول لك المرأة المصرية أخذت حقها على مستوى صناعة القرار، لكن على مستوى التنفيذ هنا بيختلفوا. لا يعني أنا أختلف شوية، لأني أنا على فكرة بشتغل في 27 محافظة وبنزل وانتي قريبه بقى للواقع. أيوة يعني بصي في حلايب وشلاتين في سيوه في سينا انا بنزل المحافظات وبنزل قرى. لا طبعا فرق كبير جدا جدا في تمتع المراه المصريه بحقوق كثيره جدا جدا. خليني اقول لك احنا لاول مره عندنا قياده سياسيه تفعل ما تقول. يعني احنا تعودنا دايما ان في كلام حلو كتير بيتقال، بس اول مره نشوف الاراده الحاسمه في تحويل هذه الاقوال الى افعال حقيقية على الأرض، وده المهم. الدستور عندنا فيه حوالي 20 مادة بتتناول العدالة النوع الاجتماعي أو حقوق المرأة بطرق مباشرة وغير مباشرة، وإزاي قدرنا نترجم كثير من هذه الحقوق، مش كلها بس كثير من هذه الحقوق تم ترجمتها لقوانين وتشريعات على أرض الواقع غير مسبوقة، فيها جراءة تشريعية أو فيها يعني دايما إحنا عندنا مشكلتنا الأساسية في أن هناك الكثير من الموروثات الثقافية السلبية التي تكرس الثقافة الذكورية أكتر. خلينا نتناول بعض الانديكيتورز يعني عشان الكلام مؤشرات. من غير مؤشرات حقيقية على الأرض فيبقى كلام مرسل يعني، أو هتروحي للتقارير العالمية، هل بندعي التقدم ولا هناك تقدم حقيقي؟ طيب تمام. احنا عندنا الحقيقة لما بنتكلم عن المستقبل فاحنا لازم نعرف ان رؤى المستقبل كلها مترابطة. ما اقدرش اقول اني هحقق نهضة حضارية في مصر او هحقق مستقبل يليق بماضي مصر وحضارتها من غير ما اكون عندي بناء للانسان حقيقة على الارض. ولو ركزت هذا البناء فقط على نصف المجتمع الرجل فبالتالي لن اصل ابدا الى حضارة تليق بمصر. ولكن اللي بيحصل دلوقتي ان احنا المرأة بجانب الرجل في كافة المواقع بتاخد حقها في كافة المواقع التنفيذية والإدارية لأول مرة في مصر. لأول مرة بنشوف ان في محافظ سيدة، لأول مرة بنشوف مستشار الأمن القومي للرئيس سيدة، لأول مرة بنشوف الطفرة اللي حصلت في الحقائب الوزارية. يعني خليني يعني التقارير العالمية هي اللي بترصدنا واللي هي دايما بتنقدنا، هي اللي تنصفنا، بتنصف المرأة هذه المرة. وعلى فكرة يعني ملاحظة ان المرأة عندما تكون في موقع القيادة هي لا تسعى لإنصاف المرأة، ولكن هي تسعى لإنصاف المجتمع كله. وبالتالي هي دائما على قلبها كل أطياف المجتمع وليس المرأة فقط.